الصف ده اللي بيخوف. الصف ده اللي بيخوف. كنا مهد أطفال تحركنا مشاعرنا ونسرح في الحكايات التي تروي بطولتنا، وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى. وأن بلادنا تمتد من أقصى إلى أقصى، وأن حروبنا كانت لأجل المسجد الأقصى، وأن عدونا صهيون شيطان له ذيل، وأن جيوش أمتنا لها فعل وأن جيوش أمتنا لها فعل كما السيل. قاتلنا طفولتنا يا مولانا يوسف، تقاتلنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم. أيا حكام أمتنا، تعذبنا طفولتنا وأفكار تعلمنا مبادئها على يدكم. أيا حكام أمتنا، ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ ألستم من نشأنا في مدارسكم؟ تعلمنا مناهجكم؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن الثعلب المكار منتظر سيأكل نعجة الحمقى إذا للنوم ما خلدوا؟ ألستم من تعلمنا على يدكم بأن العود محمي بحزمته ضعيف حين ينفرد؟ لماذا الفرقة سيبقى الطفل في صدري يعاديكم؟ تشتتنا على يدكم. قول انت. فتبت كل أيديكم. تشتتنا على يدكم وكل الناس تتكتل. ملأتم فكرنا كذبا وتزويرا وتأليفا. سيخرج من عباءتكم رعاها الله للجمهور متقنا. هو الحكام لا أنتم، ولا أخشى لكم أحدا. هو الإسلام لا أنتم. هو الإسلام لا أنتم. فكفوا عن تجارتكم وإلا صار مرتدا. أنا باقي وشرعي في الهوى باقي. سقينا الذل أوعية، سقينا الجهل أدعية، مللنا السقي والساقي. سأكبر تاركا للطفل فرشاة وألوان. بص خلينا في المكالمة جحا، مكملين أي قصيدة بتنتقد الوضع الداخلي المصري. هشام الجحفي لا يقولها خارج مصر. هشام الجحفي لا يقول القصائد التي تنتقد الوضع الداخلي المصري خارج مصر. يعني ما كنتش تتاخد على امن الدوله كده يا استاذ يوسف؟ ما تحسش بالحلاوه كده. مره مصر ام الدنيا.